ما صحة هذه العبارة خير يا طير؟ هذا هو اللي يتشائمون بالطيور يقول، واللي يسمع مثلا الغراب، اللي يسمع الغراب ينعق يقول خير خير، هذا من التشاؤم، لأن ابن عمر سمع واحدا يمشي معه في الطريق مسافر معه، فلما نعق الغراب قال خير خير، قال ابن عمر لا خير ولا شر ولا تصحبني، فطرده. نعم.